بصراحة احنا إدارتنا عندها بعض من الاختلالات في المجال كنا نقول. عندها اختلالات كبيرة. وعندي عليها دليل لا ينقلوا لكم. الرئاسة إلى عاد ما هو يوميا من كل أسبوع بعد يوصلها عدد هائل من رسائل المواطنين اللي جايين يطرحوا تظلمات ويطرحوا ملي من خلال رسائلهم مشاكل بسيطة قطعا التغلب عليها سهل إلى أنت للإدارة عدل. وهذه الرسائل بصراحة إلين تعود الإدارة قائمة بعملها تعود هذه الرسائل ذاهبة به للرئاسة. لماذا أطرح عليها المواطن مشاكله به اللي ما تلات عنده ثقة في الإدارة؟ هذا هو الصراحة. الرئاسة الجأ لها نتيجة ذلك ويعودوا مسخرين موظفين في الرئاسة يكتبوا من جديد الإدارات المعنية يذكروها وينبهوها على أن المواطن الفلاني أراه مش رسالة بتاريخ كذا وكذا للرئاسة من أجل حل المشكلة. هذا لا ينبغي. نحن بصراحة لحقنا نبنو إدارة عصرية وفعالة تتمحور حول خدمة المواطن وتعود رافعة للتطور والنمو وما تلاعاد من المقبول على ان نتابع في هذا النوع من التصرفات اللي في الشرطه. في الوزارات هي اللي لاهي نبدا بها اللي هي الكبيره. الوزارات انعدام فيها مصالح والله جهات لاستقبال المواطن وتوجيهه شور المصالح والله شور الإدارات اللي لا هي الحل تنحل فيها مشاكل والله يطرحها قاع عليها أصلا. هذا الانعدام لا ينبغي. فعلا حاس على أنه في وزارة والله اثنتين والله ثلاثة فاتوا عندهم مصالح أنبتهم غير هذا يا الله يعمم على الوزارات ولا يا الله التعامل مع المواطنين يعود يتسم بالبطء والمزاجية في تقديم الخدمات للمواطن وفي التراخي على الرد على المواطنين المراجعين للإدارة ولا في ضعف الرقابة على عمل الموظفين وحضورهم في الوزارة. في الإدارات المركزية المسؤولة مثلا أنا هنا نعطي أمثلة يا غير بعد لا حدها أمثلة وتوف من سلوك عام قلت على المدارات المسؤولة عن العقارات والإسكان مثلا تضيع فيها حقوق المواطنين نتيجة التداخل القطع الأرضية الممنوحة ذاك اللي معروف عند الإدارة وعند المواطنين اللي ينقال له تداخلات والله المداخلات وتعدد المنح للقطعة الأرضية الواحدة والمخططات العمرانية التي لا تستقر على حال
كل نهار لا بد لها من تغير، كأنها شفرة ما مديور علينا تفكك. هذا لا ينبغي. وفي الضرائب الشبهات الكثيرة، في التقديرات الجزافية، وترك الضرائب تتراكم على من استحقت عليهم حتى تصل حد تعجيزي يعود ملاهقة ما تريد يخلصك الضريب. وفي المؤسسات العمومية الخدمية، على سبيل المثال في المياه وشركة المياه، والانقطاعات المفاجئة، والحجز على العداد دون إنذار مسبق للمواطن، وياسر فيها تعود أمام قدام بداية عطلة نهاية الأسبوع، يكانوا يتضرر حتى والله يكانوا يحس على أنه معاقب. في نفس الوقت اللي العمل يقد يعود صالح غير يعدل في وقته، ويعود المواطن يحس بكرامة ويحس على أنه المؤسسة اللي تقدم له خدمة تحترم كرامته أولاً. إذا أعلنها تعلم سابقاك ولا يقطع عنه الماء والله الله والله أنه شي خلص. هذا يعتبر نوع من التضييق على المواطنين. والأخطاء الجسيمة في الفوترة اللي هو تعدال الفكاتير، وسوء التعامل مع الناس اللي خلقوا فيهم أخطاء في تعدال فكاتيرهم، الطريقة اللي يعاملوا بها الطريقة ما هي الطريقة اللي الله يعامل بها المواطن. وعدم التواصل مع الزبون اللي هو المواطن بشكل مناسب، وتراكم من الفواتير حتى هي تراكم إلى يعود عاقبها ما تلاقي قد يخلصها. هذا خارج في بعض الشرائك الخدمية، بعض مثال شركة الماء، وشيء ما في شركة الكهرباء، ولو أن الشركتين كلهم متخذين الإجراءات وقطعاً على أنها فيها تحسن، يا غير بعد هذا النوع من التصرفات اللي قبلت به مثال الابتعاد عن يا الله يعود يا الله نعود كاملين. لا قسنا سجل السكان والوثائق المؤمنة، صعوبة حصول المواطن في هذه المؤسسة على وثيقة على مستخرج يجي في المراكز يدور ويفوت ثلاثة أيام ويفوت أسابيع، يدور مستخرج، يدور وثيقة، يدور يسجل، يدور يؤرد، هذا ما هو مقبول. هذه بعد مؤسسة هي الرقمنة الصش تعود فائدتها لين تعود ما هي ضبط الأمور والاستطاعة والله القدرة على تعجيل. هذه الأمور يالله نتخطاها. في الإدارة الإقليمية، الإدارة الإقليمية اتصالها بالمواطنين ضعيف جدا. والزيارات اللي قوموا بها المسؤولين في الإدارة الإقليمية، الولاة مثلا في ولاياتهم نادرة جدا. وهذا لا يترتب عليه طبعا قلة الصلة بالمواطن وقلة الاطلاع على ظروف المواطن والنقص مملي. ذا النقص في ذا التفقد اللي له لا شك على أنه لا يخلق قطيعة أو ما يشبهها بين المواطن والإدارة اللي يلا تعود مطلعة على أخباره يومياً وفي كل وقت.
وفم قدر من نقص المراقبة على المصالح المعنية بالخدمة العمومية الجهوية، كيف مثلاً مصالح الصحة ومصالح التعليم ومصالح الحالة المدنية ومصالح المياه ومصالح الكهرباء. المسؤولين في الولاية المسؤولين الأول ينبغي على نصيلتهم بهذه المصالح ومراقبتهم لها تعود أكثر بها اللي اندارت تحت تصرفهم من أجل تقريب الخدمة من المواطن، لكن لين ما يخلق يعود كامل كان قاعد اللي يعدل بلا فايدة. كذلك في ظاهرة ثانية في الإدارة الإقليمية اللي هو تأخير البت بقرارات في أشياء بسيطة جدا، التأجيل الدائم للقرارات مثلا في النزاعات العقارية في أراضي غير مأهولة وفي أراضي غير مستغلة وفي نقاط المياه وفي الروايات وتوفي الأمور اللي يلا تعود مطروحة واللي يلا تعود لدارة مدورة لها ومدورة بعد تقبل فيها قرار. عاد كيف تلي واجب الإدارة ذاك في الانتخابات اللي تعود فيه دائما في الحياد، عاد كيف تلي هو القاعدة عادة الإدارة في الحياد في الأمور كاملة اللي هي يا الله كان تبت فيهم يا كان المواطن يسهل له عمله ويا كانوا يوفى من النزاعات ويوفى من المشاكل ولا يتم مشغول في الروايات ما هي هي الأساسية. قد يعود مولي مديور لياك الولاية تظهر إنها ما فيها مشكلة ولا قاع ما هو مطلب بشر عنده مشاكل في كل بلد والمواطنين ما هم ما مشحود قاع لأنهم عندهم مشاكل. المطلوب ما هو لإيحاء بأن الولاية ما عندها مشكلة، المطلوب حل مشاكل الولاية. اللي تطرقنا عليهم أمثلة بسيطة من الاختلالات اللي ذكرتها في البداية اللي عندنا في الإدارة. البلد بحاجته كيف قلت الإدارة عصرية والإدارة قريب من المواطن والإدارة دائماً في ذاكرتها على أنها مهمتها الأساسية هو القرب من المواطن وحل مشاكل المواطن. وهذه الإدارة سابق تعدل بالمكاين وفعلاً يفيدوا فيها ويسرعوا منها يالتها تعود تعدل بعد بالعنصر البشري هو الأول.